السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. نكمل مع بعض إن شاء الله الهاردوير كونفيجريشن، لأنه في معلومات كتير جدا فما كانش ينفع نخليها فيديو واحد فاضطريت أقسمها على فيديوهين. المهم معانا باقي المكونات، معانا في اللوجو أو الحاجات اللي ممكن تلحق باللوجو، وهو السويتش مديولز. السويتش مديولز زي ما احنا عارفين هو سويتش عبارة عن الإيثرنت إنبوت وأوت. السويتش اللي ممكن نوصله على اللوجو في بورد امامي فرونت زي ما احنا شايفين كده، وفي 3 بورد اوبوت تقدر تخرجهم منه وتوصلهم على حاجات اخرى. حاجات اخرى زي ايه؟ زي اللوجو، زي مثلا سي ام ار اللي هنشوفه مع بعض، زي البي ام، حاجات اخرى تقدر تمانج او تقدر تدير من خلال السويتش دوت عملية من خلال الانترنت، تمام كده، من خلال طبعا الكمبيوتر، او من خلال لو هو فيه ريموت كنترول تقدر تديره برضو من خلال صفحات الانترنت. السويتش اللي معانا ده هو ستاندر وموجود بيركب مع اللوجو، واسمه سي ام ار 1224. يعني 1224 ده بيعني انه بياخد باور سبلاي زي ما احنا شايفين فوق كده، بوزيتيف ال ده ونيجاتيف ام دهوت، ده تقدر تديله 12 او 24 فولت، وده طرف الارث. وعندي هنا في ليد اشاره ال ال دوت لان في باور ولا مفيش، والاشارات دي بتدلل على ان البورت شغال ولا لا، بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 ده ابتداء من هنا كده واحد، وعندنا هنا واحد اتنين تلاته تحت، والبورت الاخير دوت اللي هو رقم 4 زي ما هو مكتوب عليه بي 4، تمام. فده باختصار البورت. وطبعا هو الماونتنج اوبشن بتاعه 35 مللي، بيركب على الريل بتاعنا الاوميجا العادي جدا في اللوحات، مفيش فيه اي مشكله. وطبعا في الاطراف اللي فوق دي بنوصلها، ومن خلاله تقدر تعمل كونكشن بين الحاجات المختلفه زي اللوجو او زي الاتش ام اي او زي حاجات اخرى، تمام. يبقى ده السويتش وده الستاندر سويتش اللي معانا وفي اجزاء الهاردوير كونفيجريشن. الجزء الثاني اللي معانا اليوم وهو الباور سبلاي. الباور سبلاي زي ما انا قلت برضو مش ضروري ان انت تشتري لوجو باور سبلاي، لانه طبعا اكيد بيبقى غالي شويه عن اللوجو الباور سبلاي العادي. ليه؟ لان طبعا ده معد خصيصا، طبعا بيبقى افضل وادق وبيعطي باور كويس جدا ريجوليتد، وبيكون منظم في الجهد وفي التيار اللي بيخرجه كل شيء. ولكن علشان الامانه بنشرح برضو الباور سبلاي، وبنقول ان هو بالشكل دوت، في من فوق كده تقدر تدخل الانبوت بتاعك بيكون من 85 فولت ل 264 فولت اي سي، طبعا رينج كبير جدا. طبعا عاده بتدخل يا اما 110 لو انت في السعوديه ولا حاجه، او 220 لو انت في مصر وباقي الدول العربيه. وبتخرج من هنا، تقدر تخرج من هنا طبعا في طرفين بوزيتيف وطرفين نيجاتيف، تقدر تخرج 5 فولت 12 فولت 15 24 فولت دي سي. طيب الكلام ده بنخرجه ازاي او بنتحكم فيه ازاي؟ يعني انا عايز 12 او 24. هنا تحت كده لو نزلت هتلاقي بوتنشيومتر فور اوتبوت فولتج ادجستمنت، يعني تقدر من خلال البوتنشيومتر ده تحرك وتقيس الجهد بتاعك على الخارج ده، ولو جه 12 خلاص يبقى انت حققت ال 12، لو اكتر شويه بتزود لغايه 24 وهكذا، 5 فولت 15 فولت وهكذا. في عندي نقطة تانية هنا بنقدر نقيس منها التيار الخارج، يعني الاوتبوت كارنت تقدر تقيسه من خلال النقطة ديت، وهو هنا بيقول لك ان ال 50 ملي فولت بيناظر الريتد اوتبوت كارنت، يعني كل 50 ملي فولت بيناظره ايه؟ واحد من الايه؟ الاوتبوت كارنت. وعندي هنا طبعا الجزء اللي تحت دوت تقدر تثبته، هو طبعا الماونتنج بتاعه يا اما وول ماونتد او تقدر تثبته على الريل الاوميجا بتاعتنا في اللوحات عالي جدا. العرض بتاعه طبعا هو في منه انواع مختلفه هنستعرضها دلوقتي مع بعض، ولكن العرض متغير بين 18 و36 و54 الى 72 مللي، تمام، يعني تقريبا 7 سم و2 من 10. طبعا هنا في الدايجنوستيك ليد، الليد يعني لايت اميتنج دايود، يعني ثنائي مشع للضوء، تبقى لمبه صغيره كده بتشوفها في التلفزيون او في اي مكان، دي بتدلل على ان في يعني موحد ضوئي، يعني باختصار بتدلل على ان في اشاره دي سي اوكي ولا لا، اللي هو الباور يعني اللي خارج، تمام. طيب تعالوا بينا نستعرض بقى. طبعا دوت بيستحمل لدرجه حراره 70 درجه مئويه، ودي حاجه كويسه جدا لان طبعا الباور سبلاي بيسخن زي ما احنا عارفين. في منه انواع مختلفة عشان ما نذكرهاش كتير، وقلنا ان انت ممكن تستعمل اي باور سبلاي زي ما انا هستعمل كده في المشروع بتاعنا او الكورس بتاعنا.
باور سبلاي مختلف تماما عن اللوجو وشغال معايا كويس جدا، وطبعا ارخص بكتير من الباور سبلاي بتاع اللوجو ده. طبعا زي ما احنا قلنا الاحجام المختلفة والتيارات نظرا للجهد المختلف تقدر تختاره من خلال الجدول اللي تحت ده. اعتقد الموضوع واضح ومش محتاج كلام كتير في الباور سبلاي. تمام اوي. الحاجة اللي معانا بعد كده وهي الـ CMR2020 أو CMR2040. إيه الـ CMR ده هوت؟ CMR ده هو جهاز ريموتلي كنترول، هو الريموت كنترول ديفايس تقدر من خلاله تتحكم في اللوجو وترسل وتستقبل بيانات من خلاله للسيستم كامل بتاعك، يعني السيستم كاملا تقدر تتحكم فيه أو ترسل له بيانات أو تعمل داونلود أو أبلود وحاجات كتير جدا. دي حاجة جميلة جدا، يعني دلوقتي احنا بدأنا نعرف ان اللوجو ده حاجة قيمة جدا وكبيرة جدا، ومش ريلي ولا سمارت ريلي ولا الكلام الفاضل اللي الناس بتقوله ده. لا، اللوجو ده جهاز متكامل، بالعكس بيبقى سهل في التعامل، البرنامج بتاعه متاح اللي احنا بننزله مع بعض، يعني مفيش داعي ان احنا نقول مميزاته اكتر من كده ونتكلم كتير. ولكن ده ريموت كنترول ببساطة، بيبقى فيه باور سبلاي، بيبقى فيه هنا باور بيخش انبوت، يعني باور بوزيتيف ال ده وام نيجاتيف، بتدخل له 12 او 24 زي ما هو مكتوب كده، دي سي 12 24 فولت، وبيبقى في هنا فرد ايرث. طبعا الايرث مهم يا جماعه للحمايه، بتوصله في جسم اللوحه بتاعتك، جسم اللوحه بتاعتك، واللوحه المفروض انها طبعا متقرضه ومعمول لها ايرث يعني. تمام كده. طبعا في هنا سويتش صغير تقدر تعمل ست، لو يعني في النت مهنج او بتعمل داونلود من جديد او حاجه تقدر تدوس على البوتون الصغير ده تعمل ست. هنا في اتنين انتنة كده، واحد للجي بي اس وواحد للراديو بيستقبل اشارات الراديو، تمام، وواحد بيستقبل اشارات اللي هي الجي بي اس بتاعتها. طبعا في هنا كارت، تقدر برضو في كارت ميموري تقدر تركبه اللي هو على السي ام ار 2020 اللي قدامنا ده. طبعا رقم والموديول بيبقى مكتوب في الواجهه زي ما احنا شايفين كده. طبعا ده ليد برضو زي لمبات اشاره كده بتوضح ان في باور على ال ال ده، ان في باور ولا لا، و بي 1 دي و ار و اف دي بتوضح ايه الاشارات بتاع اللان والسيجنال سترينث، قوه الاشاره وهكذا. وفي نفس الوقت كمان اللي بتوضح الديجيتال انبوت والديجيتال اوت، لان برضو معلومه تانية ان بس ده مش ان هو من خلال الايثرنت اللي احنا شايفينه ده، طبعا دي الواجهه ولكن من تحت، يعني دي المسقط الافقي، ولكن من تحت كده المسقط الجانبي هتلاقي فتحه بيخش فيها الايثرنت او كابل النت بتاعنا اللي هو الدي اس ال، تمام، الكات 6 او الار جي بي 45. ولكن مش بس كده بس، لا ده انت تقدر كمان تدخل اشارتين ديجيتال او تخرج اشارتين ديجيتال، يعني هنا اي 1 واي 2 وام، ده ام ده اللي هو النيجاتيف يعني طرف النيجاتيف، تقدر تدخل هنا ديجيتال انبوت من خلال الاي 1 والاي 2، وتقدر تخرج هنا كمان اشارتين كيو 1 وكيو 2. طبعا دول الاشارات دي تقدر تتحكم فيهم من خلال الانترنت زي ما قلنا. طب هنتحكم فيهم ازاي من خلال الانترنت او الجي بي اس؟ في برنامج شهير جدا اسمه الاوبن في بي في بي ان. الاوبن في بي ان دوت برنامج تقدر تنزله على الموبايل سواء هو ايفون او اندرويد، يعني الاي اس او او الاندرويد، اي نظام تشغيل على اي تليفون في العالم تقدر تنزل برنامج عليه، او حتى على اللابتوب، وتقدر تتحكم في القطعه الريموت دي. فالريموت دي قطعة طبعا مهمة جدا في غاية الأهمية، تقدر من خلالها تمانج أو يعني تتحكم أو مونيتورنج، تقدر تشوف وتراقب وتتحكم في اللوجو بتاعك، ومش بس اللوجو، السيستم كامل، لأن اللوجو طبعا ممكن يكون متوصل مع شاشات اتش ام اي، ممكن يكون متوصل مع كروت أخرى، ممكن يكون متوصل مع لوجو آخر، تمام، زي ما هنعرف بعدين. فده قطعة مهمة جدا وهي بتسمى بالسي ام ار 2020 او السي ام ار 2040. طيب تعالوا بينا نشوف فكره عملها مثلا الموضوع السويتش ده، وبيركب ازاي في السيستم. زي ما احنا شايفين كده السلايد دي، السي ام ار اهوت اللي معانا ده اهوت، تمام، تقدر تدخل انبوت سويتشنج ديجيتال طبعا، اي سويتش اي بوش بوتون، وتقدر تخرج كمان هنا ايه رمز اللمبه دي، ان انت بيعني ان انت تقدر تخرج كمان خارج هنا، ولكنه خارج ديجيتال يعني مش انالوج، تمام. فدي حاجة برضو كويسة، بتدخل اتنين اشارة وبتخرج اشارتين برضو، دي حاجة كويسة ميزة يعني فيه. وفي نفس الوقت تقدر من خلال الانترنت بقى لاسلكيا، لانه الريموت زي ما قلنا هنا بيستقبل جي بي اس اهوت الاشارة هنا، وهنا الانتنة الراديو، ومن خلال صفحة على الانترنت او الفي بي ان اللي قلنا عليه
تقدر تبعت ايميلات وتستقبل ايميلات، وتقدر من خلال صفحات اللي هي ال HTTPS دي، تقدر صفحات الانترنت سواء بقى من اللوجو بيج، تمام، انترنت بيج، تقدر تعمل الشغلانه دي وتتحكم في الريموت كنترول. ومش بس كده، تقدر توصله كمان زي ما قلت بلوجو اخر او البي ام سيستم. البي ام سيستم ده او البي ام اس هو عباره عن تقدر تقول زي الكي ان اكس كده، اللي هو نظام البيلدنج مانجمنت. البيلدنج مانجمنت اللي هو جهاز اداره المباني، او اللي هو تقدر تسميه الايه السمارت هوم كده، ايه سيستم اللي انت بتقدر تعمل. طبعا المولات الكبيره والحديثه والابنيه الحديثه دلوقتي، حتى البلديه بقت تطلب الموضوع ده من العمارات الكبيره او المباني الكبيره، ان هي تستعمل البي ام، ولازم يكون في لوحه خاصه بالبي ام موجوده في المبنى السكني، سواء هو مبنى مؤسسي او مبنى يعني سكني، تمام. فالبي ام ده تقدر برضه من خلاله تتحكم فيه وتراقبه وتبعت اشارات وتستقبل اشارات، مش بس عن طريق الواير، لا ده وايرلس اللي هو بيدعمه ال سي ام ار 2020 او 2040. ومن هنا نقدر نفهم قصه الايه ال سي ام ار. حلو قوي. طيب دلوقتي احنا يعني ايه السيستم انوفيشن دي؟ يعني بيقول لك السيستم بتاع اللوجو ده من الداخل، يعني في حاجات كده خصائص عايز يوريها لك. طبعا الحاجات دي يعني ان شاء الله في التشغيل، في تشغيل برنامج هنعرفها مع بعض يعني بحكم التشغيل. يعني لو بدأنا مثلا وقلنا ان اللوجو ديفايس ده انكلود كوميونيكيشن فيا ايثرنت، فتقدر تعمل كوميونيكيشن بين لوجو ولوجو اخر. حلو قوي. تقدر تعمل بين لوجو اتش ام اي. اتش ام اي اللي هي الشاشات اللي احنا عارفينها اللي في الصناعه، اللي هي بنسميها هيومن ماشين انترفيس، تمام. تقدر الشاشات دي طبعا بتعرض بيانات، وفي نفس الوقت تقدر تدخل منها اشارات وبتخرج لك معلومات وهكذا، وبتبقى فيها الوان، وبنصممها طبعا مع بعض باشكال جميله جدا. ممكن ده يبقى كورس لوحده الاتش ام اي ان شاء الله. لو حابين يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات نبقى نعمله بعد الكورس ده. اللوجو طبعا تقدر بين الاس 7 كنترولر، يعني تقدر الاس 7 كله كنترولر، لان في عندك انت انواع اخرى من السيمنز تقدر توصل بينها وبين الاس 7، وبين اللوجو والمود باس طبعا كوميونيكيشن، وبين اللوجو والكمبيوتر، وطبعا تقدر تعمل تايم سينكرونايزيشن او يعني تزامن لموضوع الوقت بين جهاز وجهاز اخر، يعني في امكانيه ان انت متزامن بالظبط مع جهاز اخر. الديسبلاي بتاعه بيقول ان هو من 6 خطوط الشاشه بتاعته الجميله دي، وفيها 16 حرف، يعني 6 خطوط كده تحت بعض، كل ايه خط مثلا فيه 16 حرف، وفي 3 باك جراوند كلر، 3 باك جراوند كلر. الخلفيه دي ليها 3 الوان اللي هو مثلا احمر واخضر وهكذا. اللوجو التكست ديسبلاي ده، دي طبعا حاجه تانيه، بتركب شاشه صغيره كده بتعرض كتكست بس ديسبلاي، دي بتبقى اكبر شويه، فيها 16 لاين، كل لاين 20 ايه 20 كاركترز، 20 يعني يعني حرف، تمام، و3 باك جراوند كلر، بتبقى اكبر شويه من دي يعني. وبتبقى طبعا فيها 2 ايثرنت كونكشن، طبعا بيبقى فيها 2 عشان توصل بينها وبين ايه وبين اللوجو، وفيها 4 فانكشن كي كمان، فيها 4 مفاتيح زي دول كده بيبقوا فيها ايه فانكشن كي. جميل قوي. هنا طبعا بيقول لك ان هو انتجريتد ويب سيرفر، يعني تقدر من خلال السيرفر، مش عايزين نحكي في النقطه دي كتير، ولكنه تقدر من خلال السيرفر ان انت تتحكم سواء في الشاشات او في اللوجو. طبعا في كمان المايكرو اس دي كارد سلوت، الكارت اللي هو في الجزء اللي فوق ده اللي عليه علامه حمراء دي، تقدر تركب كارت هنا 8 جيجا 16 جيجا اي كارت تقدر تحطه، اللي هو بنسميه اس دي كارد، تمام. وتقدر طبعا تعمل ابلودنج او داونلودنج للبروجرام بتاع اللوجو، سهل جدا، تقدر تنزل برنامج او تاخد البرنامج من اللوجو عن طريق الايه الكارت اللي انت حطيته ده. وطبعا ان هو بيستعمل في الداتا لوجنج، يعني اي داتا تقدر من خلالها تسجلها على الكارت ده، اي داتا اي فولت اي حاجه. طبعا اللوجو بيتحمل درجه حراره من سالب 20 تحت الصفر، من 20 تحت الصفر الى 55 درجه، ده التمبريتشر رينج، ولكنه بالفعل ممكن يتحمل لغايه 60 او 65. فهو اللوجو بيتحمل درجات حراره عاليه، ودي طبعا ميزه كبيره فيه بتميزه عن حاجات اخرى كتير. طيب كويس جدا.
طيب بعد كده هو بيشرح لك السوفت وير انوفيشن. طبعا الكلام ده هيبان من خلال البرنامج لما نشرحه كواجهة في الفيديو اللي ممكن القادم، ان احنا نشرح واجهة البرنامج. ولكن سريعا كده بيقول لك ان اللوجو سوفت كومفورت فيرجن 8.2 ده كان، طبعا السلايد ده كان انا نزلته قبل الفيرجن الاخير اللي احنا هنشتغل عليه بالفعل ما كان ينزل، يعني الفيرجن ده كان 8.2. ان شاء الله احنا هنشتغل على احدث اصدار وهو في او فيرجن 8.3، وده اللي انت بالفعل نزلته في الحلقة الثانية من الكورس. فطبعا هو بيقول لك انه سهل وفي ايثرنت وتقدر تعمل اوتوماتيك سيتنج للاي بي ادريس، وفي حاجات كتير جدا تقدر في اون واوف ديلي وهكذا، وفي فانكشن بلوك داتا، وفي تقدر تحول كمان من فانكشن بلوك لحاجات تانية كونفيرجن دي. وكمان بيقول لك ان السنجل دايجرام مود تقدر من خلاله ده السنجل دايجرام مود اللي هو ايه الوضع اللي مفتوح قدامنا، لان في وضع اخر للبرنامج من خلال النتورك مود. تمام، النتورك مود تقدر من خلاله برضه تنزل برامج وتصمم برامج على النتورك، وبعد كده ايه تنزلها على المشروع بتاعك او اللوجو بتاعك. وده طبعا بيتيح لك امكانيه اوسع شويه من الاوف لاين اللي انت بتشتغل عليه، ولكن يعني لحد دلوقتي الاوف لاين كافي معانا والحمد لله ونقدر نشتغل عليه. طبعا بيقول لك ان انت تقدر تفتح 3 ويندو لثلاث برامج مختلفه في نفس الوقت، ودي طبعا ميزه كويسه جدا. 3 شاشات اللي احنا شايفينهم دول برامج انت بتصممهم، وتقدر يعني ممكن يكون عندك فايل فيه اكتر من برنامج تفتحهم كلهم مع بعض عشان توفق بين واحد والتاني، او تشوف انت عملت ايه هنا وتعدل هناك وهكذا. ودي شكل الشاشة، اللوجو بتاعنا الكمبيوتر متوصل بيه لوجو رئيسي مثلا، واللوجو الرئيسي اللي هو ده، واللوجو الرئيسي متوصل بين لوجو اخر او سي ام ار او سويتش او حاجة تانية. ده شكل النتورك اللي انت اصلا بتنشئها، وهنتعلم مع بعض ازاي ننشئ دي. طبعا سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة، وتحت بتكتب البرنامج بتاعك وتنزله بكل سهولة واريحية. حلو قوي. طيب ده شكل السيستم كده، يعني بنقول سيستم اوفر فيو، ان اللوجو ده مش حاجه بسيطه، ولكنه شوف كميه الحاجات اللي احنا شرحناها في الاخر، وتقدر قد ايه السعه اللي تقدر التشغيليه بتاعته. يعني بيقول لك ان تقدر اللوجو ده 24 ديجيتال انبوت. طبعا اللوجو كلوجو كبيزك لوجو ده يعني فقط هو في زي ما احنا قلنا 8 انبوت و4 اوتبوت، ولكن انت لما توصل معاها كروت او توصل معاها لوجو اخر هيبقى في سعه ما تقدرش توصل عدد كبير جدا، ولكن العدد ده محدود. محدود بكام؟ 24 ديجيتال انبوت، 20 ديجيتال اوتبوت، 8 انالوج انبوت، 8 انالوج اوتبوت. وده ايه في السنجل لوجو، لما يكون بس عندك سنجل لوجو. طب لما يكون عندك نتورك بقى اوبريشن، يعني ده سنجل لوجو توصل معاه كروت ديجيتال انبوت وديجيتال اوتبوت يصل الى هذا العدد. طبعا ده عدد كبير ما شاء الله، في مشاريع كتير ما فيهاش العدد ده يعني، ولكن ومع ذلك لو عايز انت توصل نتورك، لا ده تبقى بقى الموضوع هيتوسع معاك. نتورك يعني ايه؟ يعني يبقى في سويتش ويبقى في لوجو اخر وكروت اخرى بالتالي وهكذا، فيبقى عندك 88 ديجيتال انبوت، 84 ديجيتال اوتبوت، 40 انالوج انبوت، طبعا رقم كبير، و24 انالوج اوتبوت. طبعا اشارات تناظريه برقم كبير، وبرضه اشارات رقميه برقم ضخم جدا سواء في الانبوت او الاوتبوت. فطبعا اللوجو مش ريلي بعيد تاني، اللوجو بي ال سي متكامل. اعتقد الموضوع واضح كده، وهنا موضح كمان ان انت تقدر توصل عن طريق السي ام ار بي الكي ان اكس، وده طبعا في بروتوكول ما بين سيمنز والكي ان اكس. كي ان اكس شركه شهيره وليها برنامج شهير ناس كتير بتشرحه، اساتذتنا افاضل، ودوت برضو برنامج لاداره الابنيه رائع جدا، واشهر برنامج يمكن في العالم هو الكي ان اكس. تمام، تقدر توصل لوجو طبعا كمان عن طريق سويتش بي الشاشه. تمام، الشاشه اللي هي الاتش ام اي او التي دي اي اللي هي التكست ديسبلاي. تمام، ومن خلال الكمبيوتر تقدر تنزل برنامج او غيره، من خلال السويتش اللي هو اللي احنا شرحناه السي ام ار والجي بي اس، تقدر تتحكم عن طريق الموبايل التابلت اي حاجه، سواء اشارات ساتلايت جي بي اس او اشارات راديو او موبايل كوميونيكيشن. وفي نفس الوقت تقدر من خلال السويتش زي ما شرحنا تخرج نقطه في نقطتين في الخارج ونقطتين في الداخل. تمام قوي. وتقدر طبعا الكلام ده طبعا هيحتاج ان انت تدعمهم براوتر
للانترنت، بتركبه جنب السيستم بتاعك وتتحكم من اي مكان في العالم، سهل جدا. اعتقد كده السيستم واضح، وكبر حجم السيستم اللي انت ممكن او باستطاعتك تنشئه. اعتقد كده الوضع واضح جدا، تمام اوي. طيب ايه التطبيقات اللي انا ممكن استعمل فيها اللوجو؟ هنا الموضوع يعني مشروح ببساطة شوية، بيقول لك انت تقدر تستعمله في السيمبل ماشينز، يعني في الحياة الصناعية بوجه عام، وتقدر تعمل بيه عن ماكينات التغليف، ماكينات مثلا اللي هي الحاجات اللي بتضغط الضواغط، او السيور البلتات، وتقدر تعمل بيه حاجات كتير في الحياة الصناعية، تمام. وبس كمان تقدر تستعمله في البيلدينج اوتوميشن، اللي هو تقدر زي ما قلنا السمارت هوم، او تقدر تمانج المؤسسة او السكن بتاعك من خلاله برضه، يعني حاجة زي اللايت كنترول مثلا تقدر تستعمله، تقدر مثلا راندم سويتشنج، حاجات تنور وتطفي راندم، يعني حاجات برامج زي كده تقدر تنزلها وتستعمله فيه. الهيت كنترول سيستمز زي الاي سي، الاير كونديشن والحاجات ديت، او الحاجات المسخنات. وتقدر تعمل طبعا تعمل البوابات والابواب تقدر تتحكم فيها، وتقدر تعمل اكسس كنترول كمان من خلاله وتوصل عليه حاجات مختلفه. طبعا هنا كمان ميسيلينيوس ابلكيشنز، دي حاجات خاصه بقى زي الاجريكالشر، زي الحاجات الزراعيه في البامبنج، والحاجات اللي هي بتغذي الخطوط تغذيه الايه الحيوانات او الطيور زي ما احنا عارفين، وحمامات السباحه وغيره. فهنا طبعا في تطبيقات كتير جدا، هو بس ذكر يعني ايه يعني كعينه بس من كل ايه حاجه كده. جميل قوي. طيب ده باختصار اللوجو دلوقتي اتطور ونزل الفيرجن الجديد اللي هو لوجو 8.3. طبعا السلايد ده انا منزلها قبل ما انزل البرنامج بفتره، فعشان كده هو بقول سون، وطبعا سون دي هو خلاص وصل. ان ايه الجديد بقى في الموضوع لوجو 8.3؟ ان انت تقدر من خلال الكلود ان انت تخزن وتصمم برامج وتبعتها للوجو. طبعا هتبعتها ازاي؟ قلنا شرحنا القصه دي عن طريق الريموت كنترول او السي ام ار 2020 او 2040، تمام. وفي برنامج شهير تقدر تصمم بيه برامج، وبرامج مرسومه زي الاتش ام اي اسمه اي دبليو اس، ده برضو احنا منزلينه، ولكن يعني ممكن مش هنتطرق ليه دلوقتي عشان هو خارج الكورس شويه. ولكن بس يعني ايه، حبيت اديك فكره ان الفيرجن الجديد اللي احنا اوريدي شغالين عليه، واللي انا اشتريت اللوجو على اساسه اصلا، اللي هو 8.3. جميل جدا. وبكده يبقى احنا شفنا كل اللوجو كونفيجريشن وكل العائله بتاعته، سواء باور سبلاي او لوجو بيزك او سويتش موديولز او الديجيتال والانالوج انبوت واوتبوت موديولز، تمام. الاكسبانشن الكروت اللي هي التمدديه دي اللي احنا بنحطها جنب اللوجو، وسواء التكست ديسبلاي او الاتش ام اي او غيره. ودي عائله اللوجو ودي انواعها اللي تحت، ولو عايز تاخد سكرين شوت يكون افضل تحتفظ بيها. وبكده يبقى احنا خلصنا الحمد لله اللوجو هاردوير كونفيجريشن، او الهاردوير كونفيجريشن بصفه عامه للوجو سيمنز اللي معانا. وطبعا في حاجات كتير جدا مشتركه بينه كلوجو وبينه وبين مثلا الاس 7200 او 1500 او غيره، يعني زي السويتشات، زي الاتش ام اي، زي التي دي اي، كل دي حاجات بتستعملها الباور سبلاي، الكروت، ديجيتال انبوت، ديجيتال اوتبوت. دي زي ما احنا قلنا احنا بنأسس الناس في البي ال سي، وبعدين بنستعمل نوع معين. اي حد بيشرح كورس لازم هيستعمل نوع معين، مش هيستعمل كل الانواع في وقت واحد. فاحنا ان شاء الله هنستعمل لوجو، وهنبدأ على بركة الله ان شاء الله ممكن في الفيديو الجاي نشرح واجهة البرنامج، ونبدأ بقى نبرمج ونشوف البرامج والعملي مع بعض. يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل التنبيهات علشان يوصلوا بقى الجديد ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.